الله اكبر اكبر يا بسم الله. عفيت عنك لوجه الله الكريم، عفوت عنك لوجه الله الكريم، عفوت عنك لوجه الله الكريم. الله اكبر 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 ولله الحمد 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 قال الله يلا يلا يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا الله أكبر ولله الحمد. مراسم إنهاء الخصومة السارية والصلح بين عائلتي آل عبد الرحيم وآل جمعة عطية الرب بالتكبيرات. من الجميع الهدوء. الرجاء من الجميع الهدوء. لا زال الأمر مستمرا. اقعد يا حبيبي، اقعد كده، اقعد يلا، اقعد يا بابا يلا. أعزائي المشاهدين والمتابعين، كايرو لايف القاهرة 24 من الأقصر، معكم ياسر العطيفي وإجراءات إنهاء الخصومة السارية بين عائلتي آل عبد الرحيم وآل جمعة عطية الرب. لو سمحتوا يا جماعة يا إخواننا يا إخواننا لو سمحتوا خلي كل واحد على قدر من المسؤولين، ساعدوا إخواننا اللي في الأمن، ساعدوهم لو سمحتوا. مين ثاني معانا هنا؟ بعد أن استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، نستمع الآن إلى كلمة الأوقاف من فضيلة مولانا الشيخ علي صديق. أهلا يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله بحضور الآلاف من أبناء الأقصر والعديد من القادات الأممية بالمحافظة، صلوات ربي وتسليماته تسليم الجودة أو الكفن لإنهاء الإجراءات. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. الخصومة السارية والتي امتدت لأكثر من عامين بين عائلتي آل عبد الرحيم وآل جمعة عطية الرب. أيها الحكم الكريم، إنما أسمي هذه برعاية أمنية لأنها جلسة عيد، لأنها فيها آلاف من أبناء الأقصر وفيها رب الصدع، لأن القلوب بعد أن امتلأت الأحقاد رجعت إلى الود وإلى حبال الوصل. فالله سبحانه وتعالى يبارك هذه الجلسة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات وأقرب الطاعات إلى الله عز وجل هو إنسان يتحرك أو يتكلم في الإصلاح بين الناس، لأن الشيطان والذي أقسم منذ الأزل أن يغوي ابن آدم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم، أي إيقاد نار العداوة حتى يجعل نار العداوة تحرق حاضر الناس ومستقبلهم. فينظر الشيطان وهو في فرحة عارمة إلى أنظار الأحقاد والضغائن تحقد حاضر الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة.